ريمة، سحر الطبيعة الخلابة وإبداع الخالق سبحانه، تفرد الزمان والمكان ونفحة من الجنة، لوحة فنية بديعة الجمال مزينة بتشابك الجبال المكسية بالخضرة والمدرجات الجميلة الرائعة، تدعو زوارها إلى الصعود لمعانقة السحاب والضباب. هنا يربض جبل ظلملم، هذا الجبل العملاق المضخم بالخضرة والتاريخ والجمال الباذخ، ويقال أن سبب تسميته يعود لكثرة السحب والضباب والغيوم التي تكسوه. وجبل ظلملم يتبع إداريا مديرية كسمة. هذا الجبل الذي تشعر وأنت تطوف أرجاءه أنك تطوف بأطلال دولة ازدهرت هنا يوما من أيام التاريخ الباذخ ورحلت، ولم يبقى منها إلا بعض الشواهد الحية إلى الآن. إنها دولة بني جعفر، والتي تنسب إلى جعفر بن إبراهيم بن جعفر المناخي المتسلسل من سلالة ذو مناخ الحميري، والتي كان جبل ظلملم مركزا لحكمهم في ريمة. سكان هذا الجبل يعانون من ارتفاعه الشاهق وطول المسافة من وإلى مركز المديرية، والتي تمتد إلى ما يقارب 5 ساعات من المشي سيرا على الأقدام في طريق وعرة لا تسلكها بمهارة إلا الحمير، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لنقل البضائع والأغراب. كما تنعدم كثير من الخدمات الأساسية هناك، حيث يشكو السكان من انعدام الكهرباء والمياه التي يتم توفيرها بطريقة بدائية عن طريق ما يسمى بسقايات جوار المنازل، تعتمد بشكل رئيسي على الأمطار وتلبي حاجة المواطنين وإن كانت معرضة للتلوث. المدرسة الوحيدة للسكان في جبل ظلملم تفتقر إلى الاهتمام، فالكراسي معدومة والمعمل الملحق بها مغلق على خلفية هروب المقاول الذي اقترض الملايين وفر هاربا. تتمنى لو يغادر المرضى هذا المكان إلى غير رجعة، فالكثير من المرضى ممن ينقلون على الأكتاف في رحلة إسعافية تمتد إلى 5 ساعات لا يتحمل بعضهم طول المسافة فيموتون في الطريق، ولا سيما النساء ممن يعانين مخاض الولادة. ظلملم جبل يزخر بالجمال وبالمعاناة أيضا. متى سيصبح مزارا سياحيا ومنتجعا يقصده الزوار من كل مكان؟ أم ستظل يد الإهمال والتجاهل ترافقه حتى يرحل عنه ساكنوه إلى الأبد؟ لقناة معين الفضائية، نهل القدسي، محافظة ريمة.